حيوانات تبقى حية حتى بعد أن تؤكل، فما هي؟ لاحظ البيولوجيون سنة 2012 في رحلة علمية لدولة تيمور الشرقية جنوبي شرق آسيا حدثا غير متوقعا، وهو خروج الأفعى براهميني العمياء، The Brahmini Blind Snake. خرجت من مؤخرة العلجوم الآسيوي الشائع أزيان كومنتود، أحد الضفادع المعروفة هناك. خرجت هذه الأفعى حية دون أن تموت بداخله. شاهد مارك أوشيه وزملائه من جامعة وولفرهامبتون بالولايات المتحدة هذا الحدث غير المعتاد بالصدفة تحت الأحجار، لتكون بذلك أول حالة تسجل لنجاة فريسة من الهضم بواسطة علجوم، ولحيوان بحجم الأفعى العمياء يخرج من الجهاز الهضمي حيا يرزق. يقول أوشيه: إنه أمر مفاجئ أن يتمكن حيوان من الفقاريات ويمتلك رئتين أيضا من النجاة. تتمكن بعض اليرقات والحيوانات البحرية اللافقارية الدقيقة من العبور خلال المفترسات دون ضرر، ولكن بالنسبة للفرائس الأكبر حجما فإن احتمالية موتها بمجرد دخولها بين فكي المفترس أكبر. وحتى لو أفلتت من هذا المصير، أي من مصيري فقط الدخول بين الفكين، فإن رحلتها خلال حلق المفترس كقطعة واحدة رحلة عسيرة جدا، وتأتي بعد ذلك المشاكل الأكبر تباعا. فلا تتمكن معظم الفرائس من تخطي عقبة أحماض المعدة التي تحلل أنسجة الفريسة في معدة المفترس، كما أن التعايش مع نسبة الأكسجين المحدودة داخل الأمعاء تحد آخر، ويختلف الحال مع فرائس مثل الضفادع والطيور، إذ تزداد فرص النجاة معهم قليلا لأنها تدفع الطعام لمؤخرة الحلق قبل البلع دون مضغها، مما يزيد من فرص الدخول الآمن للمعدة. يفسر ذلك يقينا نجاة إحدى البرمائيات السامة كحيوان سمندر المائي ذي الجلد الخشن من ابتلاع ضفدع له، فبمجرد دخول السمندر لمعدة الضفدع يقتل الضفدع بإفرازاته السامة قبل بدء العصارات الهاضمة للضفدع عملها، فيخرج بعد ذلك سالما من فم الضفدع مكملا حياته ببساطة. يختلف الأمر من الأفعى العمياء، فهي لا تقتل المفترس وتأخذ مسارا أطول قليلا خلال أمعاء العلجوم للخروج. ربما تكون الأفعى معدة لرحلتها داخل العلجوم خلاف الأنواع الأخرى، فهي تتكون من جسم طويل نحيف يبلغ عرضه القليل من المليمترات، تقوم بثقب عدد من الحفر والشقوق في أمعاء العلجوم لتتمكن من الخروج بعد ذلك من جهاز العلجوم الهضمي بسهولة. يعتقد أوشيه أن الأفعى زحفت خلال أمعاء العلجوم بدلا من كونها حملت بواسطة انقباض عضلاته التي تحرك الطعام داخل الأمعاء. ومن العوامل الأخرى التي يعتقد أنها سهلت الرحلة هي عادات العلجوم الغذائية، فربما لم يأكل العلجوم كثيرا قبل التهام الأفعى، مما أفسح الطريق داخل الأمعاء. فإذا كانت كذلك فإن رحلة الأفعى داخل الأمعاء ستكون سريعة ولن تتعرض للكثير من الأحماض الآمنية. وربما يكون جلد الأفعى هو المنقذ الأكبر لها، فهو متماسك عن كثب يتداخل بعضه فوق بعض، مما يساعد الأفعى بالحركة على الأرض ويبطل مفعول أحماض المعدة قليلا، مانعا إياها من الوصول للأنسجة الدقيقة للأفعى. تختلف جلود الثعابين الأخرى عن بعضها وليس لها ذات الكثافة، لذلك لا تمتلك التأثير الدفاعي نفسه. واجهت الأفعى داخل العلجوم مشكلة كبرى وهي غياب الأكسجين، ونظرا لعيشها تحت الأرض وصغر حجمها تحتاج لهواء أقل من غيرها لكي تنجو. وعلى الرغم من ذلك هناك حد من قلة الأكسجين لا يمكن تحمله. ويقول أوشيه: يحدد نظريا الوقت الذي ستستغرقه الأفعى للخروج من أمعاء العلجوم إمكانية حياتها أو موتها، ولا يعرف الباحثون مدى المدى الزمني الذي احتاجته الأفعى للخروج بالتحديد. فبالرغم من أنهم شاهدوها تخرج من العلجوم حية، إلا أنها ماتت بعد ذلك ب5 ساعات، ولم تتم أي فحوصات أخرى بعد الموت. ويعتقد الباحثون
أن الأفعى ماتت بسبب مضاعفات حدثت لها نتيجة نقص الأكسجين. يقول أوشاه: ليس في وسعنا أن نفكر في أي شيء آخر أدى لموتها. لنتكلم الآن عن الحلزونات. تمتلك الحلزونات قدرة أكبر من الأفعى العمياء على عبور الأمعاء. نظرا لقدرتها على التعايش مع القليل من الأكسجين، وفي تجربة نشرت عام 2011، غذيت الطيور النباتية اليابانية عفوا ذات العيون البيضاء Japanese White Eye Birds بالحلزونات الأرضية الدقيقة بواسطة شينيشيرو واردو وزملائه من جامعة طوكيو باليابان لاختبار إمكانية الحلزونات من النجاة من الجهاز الهضمي للطيور. وقد نجا من الحلزونات فعلا حوالي 15% مستغرقين من 20 دقيقة إلى ساعتين مثبتتين للمرة الأولى. إن الحلزونات الأرضية يمكنها النجاة من تأثير الهضم. ويقول وادا: الحلزونات يمكنها تحمل وقت الهضم القليل دون أن تتعرض بشكل كامل للعصارات الهاضمة. وتعزى مقاومة الحلزونات للقوقعة التي تغطيها، وهي بمثابة درع طبيعي لها. وقد وجد وادا وزملائه أن الحجم مؤثر أيضا، فالقواقع التي استخرجت من فضلات الطائر كانت بعرض 2.5 مليمتر. أما تلك المغطية للأنواع الأكبر حجما، وجدت محطمة، ويعتقدون أن الحلزونات تفرز مخاطا كنوع من الحماية الإضافية من البيئة الحمضية. ولا يزال هذا الاعتقاد قيد التجربة. قد تنجو الحلزونات الكبيرة أحيانا من الهضم، فقد وجدت جاسنا سيمونوفا من جامعة براغ بدولة التشيك أن الحلزونات التي يبلغ قطر قوقعتها 17 مليمترا قد خرجت حية من أنواع مختلفة من الطيور، وتركت هذه القواقع الكبيرة دون أن تضر بالهضم. لننتهي من الحلزونات ونذهب إلى الديدان الخيطية. على غير المتوقع فاجأتنا دودة الربداء الرشيقة كونروهابديتيس إليغانس بقدرتها على الحياة داخل الأمعاء والنجاة من الهضم. فأوضح ذلك هينريش شليمبورغ وفريقه بجامعة كييل بألمانيا عندما قاموا بدراسة الدودة في أمعاء بعض الرخويات الموجودة بشمال ألمانيا، وتفاجأوا بخروجها حية من الفضلات. يقول سكولنبورغ: يبدو أنهم قد أخذوها بواسطة الفم، ونجت على غير المعتاد، فالرخويات تمتلك أسنان قوية بإمكانها تدمير الديدان، ونحن لا نعلم كيف نجت من الظروف الحمضية. لقد نجت الديدان البالغة وليس الصغيرة فقط، وهو ما أدهش الباحثين. فاليرقات لديها طبقة خارجية قوية تحميها أثناء النمو، وبإمكانها تحمل الظروف الصعبة أكثر من البالغين. وعلى الرغم من ذلك فقد نجا كلاهما. نجت الديدان رغم أنها لم تمكث في الرخويات أطول من يوم واحد. ويبدو أن رحلات الأمعاء أكثر شيوعا في البحر منها على البحر. ففي دراسة أجرتها جامعة أوتريخت بكندا بهولندا عفوا، وجد كاسبر فان ليون أن بعض الحلزونات المائية مكثت حية بعد عبورها داخل أمعاء البط البري، وتمكنت أنثى من نوع الروبيان من النجاة من الأسماك الماصة، بينما تمكن المحار من العبور خلال شقائق النعمان وتجنب الهضم الذي كان محكم الإغلاق. يعد فان لوين وفريقه أن تكيف تلك السمات مع الحياة الرطبة تمكن اللافقاريات من النجاة في الرطوبة الموجودة داخل الأمعاء، وقد تساعد الأجهزة الهضمية لتلك الأنواع على النجاة، نظرا لأنها تفضل تناول الكثير من الفرائس بما يفوق القدرة الهضمية للمفترس. فتخرج بعض الأغذية دون معالجة كاملة كما في بعض الطيور. ونظرا لشيوع الرحلات عبر الأمعاء، من الممكن أن يكون لها أثر على جماعات الحيوانات، وقد تشكل شكلا مهما مهما من أشكال هجرة الحيوانات التي لا تتحرك بذاتها كثيرا، ممكنة إياها من استعمار مناطق بعيدة. وقد تكون تلك الحالة التي لاحظها وادا وفريقه بخصوص الحلزونات قد جمعوا من جزر هاهاجيما وأوغاساوارا في اليابان، لأنه لا يوجد معنى لهذا التوزيع.
إلا إذا نقلت بواسطة حيوانات ذات أجنحة، كما أن انتقال الجينات خلال الأجيال المتباعدة جغرافيا من النوع الواحد يعد دليلا على السفر داخل الأمعاء. وقد وجد فريق وضع أن المناطق المحتوية على الكثير من أفراد الطائر أبيض العينين تحتوي أيضا على حلزونات متنوعة جينيا. يقول وضع: تقترح تلك النتائج بقوة أن الحلزونات الأرضية انتشرت جغرافيا بواسطة الطيور المفترسة، وقد شهدوا أحد الحلزونات يبدأ في التكاثر بعد خروجه من الطائر، مما يشير إلى بدء جيل جديد من الحلزونات فقط من حلزون واحد مهاجر. يظن سكولنبورغ أن الديدان الخيطية بإمكانها القيام برحلة باقية داخل أمعاء الرخويات، فمن المعروف أنهم يتنقلون على أرجل قمل الغابات للتحرك من مكان لآخر، ويحتمل أن تكون أمعاء الرخويات هدفا للديدان لاستغلالها كمصدر للتغذية على البكتيريا. يقول شولنبرغ: من المحتمل أيضا أن الديدان تنتظر وفاة البكتيريا حتى تتغذى على البكتيريا التي تعيش عليها. سجل سنة 2014 واحدة من أوائل الحالات التي تستخدم فيها حشرة التنقل خلال حيوان آخر بواسطة جان جاكوب لوكس من جامعة هامبورغ بألمانيا، حيث شكوا أن بيوض نوع من خنفساء الورقي يسمى ماكروبيليا موتيكا تنتشر بواسطة البط البري، وبإمكانها الخروج سليمة من جهازها الهضمي. وقد كان الانتشار الواسع لهذه الحشرات عبر المنطقة القطبية الشمالية لغزا لأنهم لا يتحركون بذواتهم. يعتقد أوشيه أن حالة الأفعى العمياء كانت بالمصادفة وأن العلجوم قد أخطأ التقدير، واعتبر أن الأفعى دودة أرضية يمكنه التهامها. وفي ذلك يقول: إنني متأكد أن العلجوم لم يعرف أنه ابتلع فقاريا، أعتقد أنه حسبها دودة لامعة. وتعرف أنواع أخرى من الضفادع باصطيادها للثعابين العمياء، وتلك لا تهرب حية أبدا. وتستخدم الأفعى العمياء أمعاء حيوان آخر كوسيلة للتنقل مثل البومة. لنتكلم عن البومة والأفعى العمياء. تشير الكثير من التقارير إلى وجود الأفعى في أعشاش البومة دون معرفة كيفية ذهابها إلى هناك. ويقترح بعض الباحثين أنهم يتسلقون الأشجار بحثا عن الغذاء من اللافقاريات، ومنهم أوشيه الذي لا ينكر قدرتها على التسرق. ومن المتوقع أن الثعابين العمياء تحدد أماكن أعشاش البومة أولا، أو أنها تصل إليها بالمصادفة. ومن الصعب على البومة أن تطعم صغارها هذه الثعابين، لأنها بمجرد لمسها تتجعد على نفسها في عقد عديدة وتبدأ في الهروب السريع. يقول أوشيه: أعتقد أنه من المحتمل أن تكون تلك الثعابين محمولة للعش بواسطة أمعاء البومة. كالضفادع فإن البومة تبتلع الفريسة دون مضغها. ولكي نختم بما هي العلاقة بين الفريسة والمفترس، أي كيف يصبح الكائن طفيليا؟ تابعوا معنا. إذا أكل المفترس كائنا آخر دون أن يعلم، هل لذلك تأثيرات على صحته؟ تدخل الطفيليات المعوية الحيوان عن طريق الشراب والطعام وتقيم داخل أمعائه. يعتقد سكولنبرغ أن الدودة الخيطية الربداء الرشيقة التي وجدها في أمعاء الرخويات قد تكون طفيلية. بعض أنواع الديدان الخيطية الأخرى طفيليات حقيقية، يتأرجح البعض آخر بين كونه حرا وبين كونه طفيليا خلال دورة حياته. وكان الاعتقاد أن الربداء الرشيقة ليست طفيلية، لذلك فإن الدليل المثبت لكونها طفيلية قد يوفر لنا إشارات عن طريق تطور الحيوانات إلى طفيليات. يقول سكولنبرغ: سيكون شيئا مشوقا أن ندرس التكيفات والآليات الجزئية التي تتيح للكائنات أن تتحول لطفيليات، والسمات المطلوبة ليعيش الكائن كطفيلي في بعض الأحيان دون غيرها. وتستخدم الربداء الرشيقة في تلك الدراسة كونها كائن بسيط لديه جهاز عصبي. يعتقد وضع أن التطفل قد يتضمن في التفاعل بين الحلزونات الأرضية والطيور، فقد وجد عددا من الديدان المسطحة تعيش في الحلزونات الأرضية، وقد يكون الطائر هو العائل الأخير لها.
وربما تستخدم الديدان تلك الحلزونات كوسيلة توصيل للوصول لأمعاء البط. وقد يكون لتلك الرحلات المعوية تأثير إيجابي على المفترسات، وليس فقط لمجرد التطفل عليها. يعتقد سكولنبرغ أن دودة الربداء الرشيقة ربما تؤثر على مجتمعات الميكروبات في الرخويات عن طريق تغذيتها على بعضهم. يقول في ذلك: بعض الكائنات التي تتغذى على البكتيريا قد تساعد في تنوع الميكروبات. قد يكون لأفعى براهميني العمياء تأثيرا على العلجوم الذي أكلها، كالتأثير الغريب الذي يشعر به نتيجة حركة حيوان داخل أمعائه ومعدته. يقول أوشيه: يظهر أن العلجوم يصاب بالإحراج من ذلك، وفي النهاية إنه ثعبان يتحرك ويخرج من أسفله.